أنتوني كازاميس مستشار دير سانت كاترين، يوناني الأصل مصري الجنسية، يعرفه الكثيرون لكن لا يعرفون قصته. منذ أن كان طفلا ارتبط توني بهذا الدير، حتى أنه وفي عمر التاسعة ترك أهله ووصل إليه وحيدا، وفيه هوى هذه المنطقة التي تمس القلوب والروح معا. جيت مع والدتي الله يرحمها وأنا عندي 9 سنين، والمرة الثانية لما جيت أنا لوحدي، يعني هربان لوحدي، وجيت في الباص وخليتهم هم يدفعوا لي التذكرة، ما كانش عندي فلوس كنت صغير. حبيت المكان هنا قوي إن أنا جيت فيه تاني. لكن حياة الدير رفضته أولا، فعاد إلى وطنه، وهناك هوى حياة المحبين التي رفضته هي الأخرى حتى رجع إلى الدير. السبب الأولاني إن أنا هربت من مشكلة لي رئيسية مع واحدة أنا حبيتها، وقعدنا مع بعض 4 سنين، وكان كنت صغير لسه وهي برضو، لكن العهد اللي كان بيننا وبين بعض، العهد اللي بيننا وبين بعض كان إن لو حصل انفصال حنروح نترهبن، هي في دير وأنا في دير، وهي بالفعل رحت وترهبنت في اليونان وقعد لغاية دلوقتي في الدير. على العهد يواصل توني مسيرته في سانت كاترين، حتى ولو شغلته الحياة لا زالت تربطه بالدير علاقة راهب لم يترهبن. هذا المعرض الذي يضم الأعمال الفنية البيزنطية المطعمة بالذهب أنشأه توني خدمة لرواد الدير. فيه تشاهد التجسيد الحي للأيقونات الشهيرة للسيد المسيح والعذراء مريم. يعني رسومات القديسين اللي عندنا مش بندخل رسومات جديدة، هي ولكن بعملها على خشب مختلف، ممكن أعملها على حاجة فضة، ممكن أنوع. آخر حاجة وصلت لها دلوقتي عملت مع البردي، رحت في الشرقية جبت البردي الأوريجينال ورسمنا عليه. يسرد توني كازاميس قصة سانت كاترين على فوج سياحي وصل إلى هذه المدينة. حكاية كاترين المميزة لا تختلف كثيرا عن حكاية توني الذي يأمل أن يأتي اليوم ليعيش راهبا في محراب الدير. من مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، كريم شيخ، الغد.